صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام غزل المحله الساعه 7:30 بالليل هنا على ملعبنا في الجوله الثانيه من مسابقه الدوري، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد ما حقق فوز كبير ومهم على مصر المقاصه بنتيجه 3-1 في الجوله الاولى، واللي شفنا فيها مستر بيتسو موسيماني لعب كده بطريقه لعب مختلفه، وكنا بنلعب من غير رقم 9 التقليدي. شفناه بيبدا في الهجوم بوجود طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وكهربا وتحتيهم قفشه. الحقيقه الماتش كان فيه فرص كتير جدا، وكان لينا ازمه كبيره مع التسلل والفار، وقدر يلغي هدف واكتر من كرة كانت خطيرة كنا رايحين بيهم على المرمى، المفروض النتيجة كانت هتزيد، وده اللي اتكلم عليه مستر بيتسو في المؤتمر. كمان اتكلم على الفرص الكتير اللي اتخلقت والحاجات اللي ضاعت، وقال ان الفرقة محتاجة شوية تركيز في الفينش وفي الربع الاخير من ملعب المنافس. خلينا نشوف مستر بيتسو قال ايه في المؤتمر الصحفي عن طريقة اللعب الجديدة اللي لعبها كان مضطر الماتش اللي فات عشان كان غايب مروان محسن واحمد ياسر ريان. تعالوا نشوف قال ايه مستر بيتسو. كان ممكن يسجل اهداف كتير في المباراه النهارده. اللي حط لنا فرص كتير للتهديف. ما ترجمناش الاهداف. The biggest challenges on us was that we identified the opportunities. My players could see the opportunities, especially in the first half. والتحديات الكبيرة بالنسبة للفريق بعد كده في المرحلة الجاية، المفروض لاعبتنا تتفرج على الفرص اللي أهدرتها في خاصة في الشوط الأولاني. But when they see the opportunity, they get excited, they get hyper, because they see it and they made the wrong pass. لما يشوفوها هيستثاروا، لما يشوفوا الفرص اهدروها، لان لو جات لهم واتخذوا القرارات الخاطئه، خد قرار خطا في التسديد او في تفنيش الهجمه. Or they run too early. يا اما كان بيجري وبيسبق الكوره، كان بيروح بدري. For the opportunity. الفرصه كان بيوصل بدري فكان. And they are offside. وكان بيقع في مسار التسلل. And I saw it my analyst just even showed me now on the tablet, on the iPad. اتفرج على الماتش، المحلل الاداء بتاعه اللي معانا وري له على التابلت بعد الماتش عملنا ايه، الشغل اللي عملناه في المباراه. اربعه قدامين في الشق الهجومي بتاعنا ما كانوش متمركزين صح، ما كانوش متوزعين صح، بس هنشتغل على ده ان شاء الله الفتره الجايه. سجلنا 3 اهداف وخدنا كسبنا اول 3 نقط لينا، وده مهم جدا. كسبنا 3 نقط. ومحمد شريف النهارده برضه اول مره يشارك معانا، هو ما لعبش وحش النهارده يعني بالنسبه لاول مشاركه. لازم نديهم وقت اللعيبه دي عشان تدخل في نسيج الفريق وتتعود على لعبها، فهتاخد وقت شويه، هتحتاج وقت شويه. طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لمستر بيتسو اللي للاسف جاله كورونا ومش هيكون موجود معانا النهارده، وبنتمنى له يقوم بالسلامه ويرجع يكمل معانا المشوار. نروح بقى لفرقه غزل المحله اللي بتدخل ماتش النهارده بعد ما تعادلت في المباراه الافتتاحيه ليها في الدوري بعد غياب 4 سنين عن المسابقه مع سموحه بنتيجه 1-1. الحقيقه غزل المحله بدا الماتش باداء مهزوز كده وما كانش في احسن حالاته، لكنه نهى المباراه بطريقه رائعه وقدر يسجل التعادل ويخطف اول نقطه في الموسم الجديد. فرقة غزل المحلة طبعا تاريخها كبير ومشرف، ويكفي ان هي 1 من 7 فرق بس في تاريخ الدوري قدروا يحققوا المسابقة، وكمان وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا سنة 74 بجيل ذهبي، قدر يكسب الدوري قبلها موسم 72-73. ماتش النهارده كان المفروض هيتلعب في استاد غزل المحلة، لكن بسبب الاشتراطات الأمنية الماتش مش هنقدر نلعبه هناك، والأمن قرر ان الماتش مش هيتلعب، فاتحاد الكرة عمل تعديل كده بسيط ان ماتش الذهاب هيبقى هنا على ملعبنا والعوده هناك، ومفيش اي مؤامره ولا حاجه زي ما ناس كتير بيحاولوا يصوروا لنا ان احنا بنمشي مسابقه الدوري بمزاجنا، لكن الحقيقه ده قرار امن واشتراطات امنيه وقرار اتحاد كوره، واحنا ملناش اي علاقه بيه خالص. فرقه غزل المحله النهارده داخله الماتش بتبحث عن نتيجه ايجابيه وقويه
قدام النادي الاهلي في اول ظهور ليهم في المسابقه بعد غياب 4 سنين زي ما قلنا، وبنتمنى التوفيق بقى لفرقتنا في ماتش النهارده ونشوف اداء قوي زي اللي حصل قدام المقصه في الشوط الثاني تحديدا. لكن قبل ما نختم بندعوكم تشاركونا، يا ترى مستر موسيماني هيبدا ماتش النهارده ازاي وطريقه اللعب والتشكيل المتوقع؟ شاركونا في التعليقات واستنونا الحلقه الجايه يوم الاربعاء قبل اول مباراه في دوري ابطال افريقيا، ويلا يا اهلي.